واللي شارك في المعارك واللي بارك احلى مصر لاجل مصر تحيا مصر. باسم احساس بالاخوه للنصارى والمسلمين، باسم حبه حب صافيه مالية قلبك بالحنين، لما تبقى في مصر تنسى انت مين وازاي وفين. حضن مصر الغاليه خلى بيت صغير يبقى مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. غدير صبري، كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، جامعه القاهره، الفرقه الرابعه. قولي لي ايه شعورك النهارده واستاذ رئيس الوزراء هو اللي هيديك المحاضره؟ طبعا مبسوطه جدا، اول مره هقابل رئيس الوزراء، وعشان انا كمان طموحاتي ان شاء الله انا ابقى وزيره، ان كليه السياسه والاقتصاد، فيا رب اعمل يتحقق ان شاء الله. قولي لي بقى كلمه تقوليها للسيد رئيس الوزراء. ان شاء الله يا رب السيد الوزير يسمعنا ويسمع راي الشباب ويبقى في تطبيق يعني لشغلنا واللي احنا عايزينه يعني مستقبلنا ان شاء الله. او اقول له والله يا فندم انت بطل، اللي انت اصلا قبلت تبقى رئيس وزراء بعد المعاناه اللي عصرتها مصر، واللي هي اصلا نزلت المنحدر وانت بتحاول تطلعها، يبقى انت زيك زي ابطال حرب اكتوبر اللي حاربوا بالسلاح، لكن انت بتحارب باقوى من السلاح. انت بتحارب ازاي تطلع بلد، لكن الحرب اللي بالسلاح، الحرب اصلا اللي بالجيش، يا تقتل يا تتقتل، لكن ديتي مقتول وبتحاول تصح ميت. وبقول له ربنا يعينك، وان شاء الله طلاب مصر وراك، وان شاء الله بندعي لك وربنا يعينك، وان شاء الله مصر بتترفع اهي، والسنة الجاية هتبقى أحسن وأحسن إن شاء الله. وتحيا مصر. أقول إيه خطة الوزارة يا ترى لتطوير مصر وتنميتها أكتر من كده؟ اسمي عماد، جامعة اسكندرية، كلية التربية. كلمة توجهها لسيد رئيس الوزراء. أنا أحب أشكره على الاهتمام والتواصل معانا، وإن هو يحضر مؤتمر معهد إعداد القادة بحلوان، وإن هو يسمع مشاكلنا ويحاول يحلها ويتواصل معانا بشكل أو آخر. طب ايه المشاكل اللي بتواجهك ونفسك تقول؟ انا كطالب نشاط بتواجهني مشاكل اثناء ان انا كلية عملية، بطلب استثناءات او فيو ان انا اكسيزيوز يعني وكده، عشان انا المحاضرات بتاعتي والكلام ده، فالكلام ده بتعطل جامد فيه وما بيصرف لناش اي مكافآت او اي حاجة مقابل النشاط اللي احنا بنعمله يعني. بس محمد اشرف من جامعة اسكندرية. محمد، وجه كلمة لسيد رئيس الوزراء. احنا طبعا مبسوطين جدا ان هو جه النهارده، هو احسن كانت زياره مفاجاه ما كناش عارفينها. احنا اول اليوم قال لك في ثلاث وزراء جايين وضيف مفاجاه، ما كناش عارفين مين، لسه عارفين امبارح بالظبط. والنهارده طبعا هو ممكن اتاخر شويه، بس هو حاجه مفاجاه حلوه جدا، وان انه ادى فرصه كبيره ان كل الجامعات تسال، دي حاجه حلوه جدا ونشكره طبعا عليها. منورين. طب في اسئله حضرتك مجهزها تساله؟ والله احنا كنا مجهزين اسئله امبارح، بس قال لك كل جامعه تختار سؤال واحد بس عشان خاطر الوقت بتاع السياره طبعا ضيق وكده، بس في سؤال هيتسال النهارده ان شاء الله بالنت. يا مسافر روق وتب طنطا. ممكن حضرتك توجه كلمه للسيد رئيس الوزراء؟ والله بحب اشكره يعني على اليوم الحلو ده، وان شاء الله يبقى حاجه متكرره على طول يعني ان شاء الله. طب في اسئله مجهزين جامعتكم مجهزاها اللي تسالوا؟ انا كنت بحب اسال يعني عن ميزانيه الاتحاد والمشاكل بتاعتها وليه بتتاخر، وليه الجامعه فيها مشكله في الايفنتات ومنع التجمع. جامعه الزقازيق، كليه تكنولوجيا وتنميه. احمد، كلمه حضرتك توجهها للسيد رئيس الوزراء. بشكره جدا على مجهوده العظيم بالنسبه لتاسيس الوزاره الجديده كلها، يعني بسم الله ما شاء الله ما فيش حد فيهم عليه اي كومنت، بس انا عندي سؤال يعني بسيط. وزير التعليم العالي، عايز اقول له حاجه بس. احنا دلوقتي جامعه الزقازيق لسه فيها كليه جديده اسمها كليه تكنولوجيا وتنميه، عاوزين نعرف بس ايه مستقبلها قدام، وازاي يعني لما اتخرج منها هناخد شهاده ايه بالظبط، ايه نظامنا في الشغل. الناس كتير ما تعرفش عن حاجه اسمها كليه تكنولوجيا وتنميه، هي السنه دي احنا اول دفعه رايحين ثالثه، عايزين نعرف من حضرته بس يا ترى هيكون لها فرع ثاني، يا ترى هتنتشر في باقي الجامعات ولا هتقتصر بس على جامعه الزقازيق. عادل محمد، جامعه القاهره. قول لي ايه شغلك النهارده وسيد رئيس الوزراء هيديك المحاضره؟ احنا مبسوطين طبعا بحضور سيد الرئيس، وعايزين نسمعه يتفضل يقول ايه ويشوف حلول المشكلات اللي هنقدمها له. طب وايه الكلمه اللي تحب توجهها ليه؟ نشوف لنا حلول للمشكلات اللي في البلد دي، حاول نطور من البلد. انا في كليه الطب، عايزين مستقبل للدكاتره، عايزين نشوف مستقبل لينا، كلنا بنتخرج ما حدش لاقي مستقبل، اللي بيفكر في الهجره وعايز يسافر بره. اول مرحب بالحضور الكريم بالنيابه عن مواطن جنوب الوادي، طالب علي جمال، كليه الزراعه. لو يا دكتور تعرف اوجه السؤال لوزير التعليم العالي، عايز اسال حضرتك لماذا لا يتم قبول الطلاب بناء على قدراتهم غير المجموعه الثانويه العامه؟
اولا ثانيا في شكوى جامعه جنوب الوادي، جامعتنا من اكبر جامعات على مستوى الجمهوريه، تمام، وعندنا مساحات شاسعه لا يتم استغلالها باي طريقه. جامعتنا حاليا تعتبر يعني بعيدا عن المباني الصحراء، وفي كليات بتتبني وفي كليات ملهاش مباني، تمام. وعايزين نعرف هل هيتم بناء هذه المباني في الكليات الاخرى مثلا التجاره الانجليزيه او اسنان المباني دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طالبه من مهندس سمير الحسيني، كليه طب اسنان، ممثل جامعه طنطا. السؤال هيقول: ما هو تفسير الحكومه لفوضى الاسعار في مصر وعدم تجاوبها مع الاسواق الدوليه الا في حالات الارتفاع فقط؟ الشق الثاني من السؤال هو دور اتحاد طلاب الجامعات الفتره القادمه بعد ما سياده الوزير قال ان الانتخابات هتبقى في شهر اكتوبر القادم بعد توقف مهامه منذ سنه. صوره اتوجه لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على الحضور الجميل واتاحه هذه الفرصه العظيمه للتحاور مع سياده السيد معالي دوله رئيس الوزراء، الساده الوزراء الكرام. سؤالي هو: كيف يصل صوتي الى المسؤولين سواء باقتراحات او شكاوى لكشف فساد معين، خاصة أن أبواب المسؤولين مغلقة وصعبة الابتلاع ولا تفتح إلا للوجهات؟ نصيب أكبر في مشروع إسكان الشباب الاقتصادي، حيث أن ما تم إنجازه على أرض الواقع لا يتناسب مع النسبة الشبابية الموجودة في المحافظة. وأتمنى أيضا زيارة سيادتكم لمحافظة كفر الشيخ للمس المجهود العظيم الذي تم بناؤه بالنسبة لجامعة كفر الشيخ وهذا الصرح العظيم، وأيضا لدعم سيادتكم لمستشفى جامعة كفر الشيخ بما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي المحافظة والاسم محافظة كفر الشيخ. إسلام مدام كلية علوم جامعة السويس. أني في إطار منظومة التعليم وخاصة النشر، لأنها من أكثر المشكلات المطروحة حاليا. عايزين نعرف ما هي خطتك القادمة لتطوير منظومة التعليم من حيث جعل النشر بفكر كباحث وليس كمجرد مستقبل، لأنهم هم مستقبل فيما بعد. ثانيا، هل التغيير المستمر في المناهج التعليمية يؤثر سلبا أم إيجابيا على الطالب؟ وإحنا كشباب جامعيين هل من ممكن إن إحنا يكون لنا دور فعال في القضاء على الأمية وكيفية القيام بذلك؟ شباب، أمس كنت في مجموعة من الشباب اللي هو اختار التعليم الفني وسافروا أربع دول مع مصر كتير، ورجعوا من الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا مقتنعين بالتعليم الفني. أنا رحت وكنت حريص الحقيقة إن أنا أكون معاهم، والنهاردة مع شباب الجامعات. شباب الجامعات سواء أمس أو اليوم هم أصحاب البلد. شباب الجامعات وشبابنا شباب مصر هم المستقبل. شباب مصر هو اللي هيستلم الرأي. شباب مصر هو اللي هيبني وهيكمل الحلم. كل اللي احنا بنعمله النهارده ان احنا بنمهد. كل اللي احنا بنعمله النهارده في الأول وفي الآخر لو زرعنا انتوا اللي هتقصدوا. ولو ما اشتغلناش يبقى احنا بنقصر في الحكومة. انا النهارده مش هتكلم كتير لان انا عايز اسمعكم، ولكن عايز احط بعض النقاط الاساسيه عشان بس يبقى احنا كلنا في السياق، سياق واحد. ايه رؤيه الوطن؟ وهموم الوطن؟ وامال الوطن؟ بلا شك إن الأمال كبيرة جدا 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 إلى ما لا نهاية. لأن أنتم وارثين تراث، وأنتم وارثين تراث بقاله نور العالم كله. إحنا بلد ليها جذور وليها ثقافة وليها حضارة أثرت في العالم. إحنا بلد في وسط العالم. إحنا بلد فيها كل حاجة فريدة وكل حاجة تؤكد إن إحنا عندنا ثروات كبيرة جدا جدا في جميع المجالات. لو حصلت بإذن الله إدارتها بلا شك مصر هتكون مش إطلاقا من الدول النامية، ولكن هتبقى فعلا من الدول العظمى. لأن فعلا لما نيجي نشوف موارد بشرية 50% من الموارد وأكثر من الشباب. خدوا بالكم في دول كبيرة جدا تقدمت وعملت قفزات كبيرة جدا اقتصادية وعلمية
لكن عندها مشكلة كبيرة إن هذه الدول شاخت. شاخت لما بتبص لنسبة الشباب بالنسبة للتعداد بنلاقي الموقف مخيف. إحنا دولة شابة. دولة في وسط العالم. شعب. أنا مش عايز أقول بس عشان ما أقولش إن إحنا متحيزين، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق المصري وده من بقى إيمانه بالله وذكائه وقلبه الأبيض ده بيخليه فعلا نوعية تانية مصري وجلده ثم البشائر الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا واحدة ورا التانية ورا التانية. ويمكن آخر حاجة اللي أنتوا سمعتوها امبارح أكبر حقول الناس موجودة في مصر. يا رب الحمد لله والشكر لله. دي رسالة لا أخفي عليكم لما كنا بنتوسل في مشروعات كهرباء احنا كلنا بنزود محطات كنا كلنا قلقانين ويسألوا زملائي طب هتجيب الغاز من فين؟ كانت مشكلة احنا عارف نجيب. وإذا رب سبحانه وتعالى وكأنه يعني بيبعت رسالة إن أنتم على طريق الحق وربنا سبحانه وتعالى معانا شايف وربنا هيكرمكم. ودي أنا بقول إنها بصرف النظر على تقييم ولكن التوقيت والرسالة بصراحة يعني كل واحد فينا لازم يظبط قلبه مع كل دقة قلب يقول الحمد لله. فالأمل كبير الأمل كبير. إحنا بنتكلم على إيه؟ الناس لما يجي مشروع العالم كله وبالمنطق كان يتشكك انه ينتهي على مشروع السويس ويخلص في عام بالظبط ما زادش يوم والمشروعات كتير كتير من الجامعات. طيب احنا بنعمل ايه كحكومه؟ احنا عندنا ملف الصحه في قدامنا مشروع التامين الصحي وده موضوع الحقيقة من المواضيع اللي هي تقدر فعلا تحسن الخدمة الصحية. ثم التأمين الصحي قد يعني لازم يشتغل هذه الحكومة تشتغل على خطة قصيرة وخطة متوسطة وخطة طويلة. الخطة القصيرة النهاردة إن إحنا بنجري وبنسعى وبنصلح المراكز اللي هي المراكز زي معهد التعليم معهد الكبد معهد جلد الأطفال اللي هي بتقدر تقدم خدمة تخصصية لشريحة كبيرة. معهد العظام كل دي المعاهد دي احنا بنحاول ويمكن انت شفتي الاهتمام احنا بندي دايما نموذج بمعهد الآن وهنفتح في كل المعاهد. المستشفيات الجامعية ومستشفيات الحكومة والمستشفيات التعليمية مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المؤسسات احنا بنحاول برضو ان يكون هناك خطه لان تعطى هذه الخدمه عن طريق التامين الصحي في اي مستشفى من المستشفيات دي بحيث ان احنا نرفع مستوى والحكومه هي اللي تدفع لما بيبقى في تامين صحي. التامين الصحي بيغطي الجميع والحكومه هي اللي بتسدد المستشفى بصرف النظر المستشفى دي خاصه او طب ايه اللي عملناه فعلا النهارده؟ التأمين الصحي النهارده وسعنا دخلنا في التأمين الصحي في السنة اللي فاتت دي خصصنا ما بين 7.2 مليون مواطن مصري اللي هم أصحاب المعاش التضامن الاجتماعي اللي هو بيسموه معاش التضامن الاجتماعي انهم يؤمن عليهم صحيا. وده كانت خطوة كبيرة جدا ان كل من لا يستطيع انه يدفع مصاريف العلاج انه يدخل تحت نظام التأمين الصحي. نمرة 2 عملنا بوليصة للتأمين الصحي في الفلاح. ودي لأول مرة الدولة تدخل تأمن على لأن الفلاح كان دايما ما عندوش تغطية تأمينية. لكن هيتبقى بقى موضوع اقتحام المشكلين اللي انت قلت لهم اللي هو جزء منها إدارة العمل. إن أنت تدخلي مستشفى ما تلاقيش مثلا الطبيب أو تدخلي مستشفى ما تلاقيش وسائل التمريض
يعني الممرضين والممرضات يوميين لهذا التمريض او في عجز في بعض الاجهزه معطله، دي مشكله الاداره. واحنا النهارده مع عشان كده بنلاقي زيارات النهارده فيها تركيز كبير جدا للمستشفيات على اساس ان احنا دي السياسه اللي هي بنعتبرها سياسه قصيره المدى لتحريك الرياده كده بقى نفسيه. ان احنا ندخل بجراحات واقتحام لكل مشاكلنا بطريقه ان احنا ندخل ونشوف ونتابع ونغير ونجي نموذج. لما بقول ان كل محافظه طلبت من السيد وزير الصحه السيد والساده المحافظين قال يعني انا عايز مستشفى واحد في كل محافظه تبقى طبقا اللي هي تبقى طبقا للمعايير اللي هي نحس فيها قبل ما نقعد نقول احتمال ومش عارف ايزو، نحس فيها برضا الواقع لان الايزو بتاعنا شهادتنا هو اللغه مش ورق. وبالتالي انت تفتحي مجال ان انا اقول لك بصراحه انا يعني مؤمن جدا ب ان ما عندناش وقت نقعد نتبادل بوابات او نتبادل تقارير، هي مواضيع لازم ان احنا النهارده نحس فيها ونصلحها وفورا. والمسؤول اللي مش حاسس انه لازم يشتغل ويتعب عشان يغير وبسرعه وضع الموارد معاه بس هو مش قادر يديرها، ده المفروض نقول له متشكرين، يجي واحد تاني يكمل المسيره. وعشان كده انا بكسب كثير من وقتي ان انا اكون في مواقع العمل خاصه في المستشفيات واشوف وغير وساعد. احنا دخلنا القصر العيني مع الدكتور جاب انتصار وعملنا تمرير، دخلنا مستشفيات عين شمس وعملنا تمرير، لان مستشفيات الجامعه مهمه لانها بتقدم خدمه طبيه وخدمه علاجيه وخدمه بحثيه وخدمه تعليميه. وبالتالي التركيز على مستشفيات الجامعه انها تكون منار او ده البنش مارك بتاعنا يجي من مستشفيات الجامعات، ده اهتمام كبير جدا احنا حاطينه قدام عينينا. المعاهد برضه اللي هي مراكز طبيه زي معهد القلب، معهد الكلى، معهد الكبد، المعاهد القوميه دي ايضا دي اللي نقدر نسيطر عليها بسرعه. ثم ان الساده المحافظين مع وزير الصحه يتولوا انهم يعملوا لنا مستشفى، المفروض مش مستشفى، المفروض في كل محافظه يبقى في 10 مستشفيات. وان شاء الله احنا ده توجهنا، احنا مقتنعين تماما ان ملف الخدمه الصحيه عايز عزه وبراحه كبيره جدا، ولكن بنبتدي بنماذج ناجحه لان المشاكل كبيره والتحديات كبيره. هناك خطه وهناك استراتيجيه واضحه في اصلاح الخدمه الصحيه، ولو في يوم ابعت لكم السيد وزير الصحه نتناقش معاه في الدور الاستراتيجيه اللي احنا الحكومه انتهجتها، انها هذه الاستراتيجيه مبنيه على اساس التامين الصحي، على اساس تكامل الخدمه الطبيه بين المراكز الطبيه والمستشفيات الجامعيه ومراكز المستشفيات التعليميه، ثم تتصل بالمستشفيات اللي هي في المراكز اللي في المدن لغايه الوحده اللي في القريه، سلسله طويله جدا. احنا عندنا دي تتطلب طبعا توفير الاطباء، توفير اجهزه التمريض، سلسله طويله من الجراحات الدوله بتعملها وطبقا للخطه. انا برضه عايز يجي السيد وزير الصحه لو في وقت يجي يعرضها لان ده سؤال وسؤال مهم جدا بالتفصيل اللي جامعه المنيا تخصص من فدان الى 10 فدادين مخصصه للشباب في شريحه، وشريحه كبيره تمثل تقريبا في حدود 10 او 15% من المشروع للشباب، في انها بتدي من فدان الى 10 فدادين. عمليه التمويل النهارده في جزء بيبقى في البدايه ثم البنوك تدخل مع الشباب تقرضها، وفي اليه كبيره للتمويل، عمليه تخصيص ايضا. احنا ابتدينا بنموذج اللي هي قريه الامل في الاسماعيليه، وفي تم تخصيص
فدانين ونص لكل واد تقدم طبقا لمعايير معينه وكانت في منتهى الشفافيه، ولكن الدوله مصره على دخول للشباب دور كبير في تمليك في مليون ونص فدان، ايضا بوجود هناك اليه للتمويل. التمويل طبعا هيبقى فيه في الاول جزء الشاب هيدفعه كدفعه مقدمه، ثم بعد كده البنوك تدخل مع الشباب في عمليه التمويل واسترجاع القيمه اللي هي على الشباب من ناتج عمله وناتج التمويل. بالاضافه الى ان حتى لما بيبقى فيه مساحات اكبر بتدور عن طريق شركات استثماريه او شركات وطنيه، دي بتدي فرص ايضا للشباب للعمل. يعني هيبقى في شباب بيجتمع مع بعض ويتملك، وهناك ايضا شركات بتعمل مشروعات كبيره في مجال الزراعه والتصنيع الزراعي، ودي اهم حاجه فيها انها بتدي فرص عمل لاعداد كبيره بعشرات الالاف من الشباب. عندي اجتماع مع وزير الاسكان وعمال كل واحد فيه، وانا وعدت اهل اسوان ويمكن السيد الوزير النقل كان قاعد في هذا الاجتماع، وعملت بناء عارف المشروع ده كان واقف بقاله كام سنه؟ روح اسالني سيد الرئيس كان واقف بقاله سنين، لكن العزيمه والاصرار والمتابعه الميدانيه متابعه، يعني ما تمشي الحي اللي ساعات يقول ده بينزل يروح قاطر، لازم ننزل كلنا ونتعب ونخدم عشان نخدم شعبنا ونعمل اقتراحات تخلص بس. شكرا يا جامع عبد الوهاب. اللي فعلا جنان دلوقتي ان انت بتبتدي الامانه بتبدا عند مدارس الابتدائي، وده اهم عنصر واهم ما حد هيقدر، لان هو اللي احنا بنوصله للامانه. عشان كده زي ما بقول وبحترم اساتذه الجامعه احترام شديد جدا، بحترم المعلمين احترام كبير جدا، لان هم يتحملوا الامانه. ثم عشان بس تعرفي موضوع وزير الشباب ويدخل عشان تكوين الشباب، وزير التربيه والتعليم التربيه تيجي قبل التعليم، ثم وزير الثقافه بيدخل عشان الشاب ما يدخلش في تيارات غلط وثقافات غلط ويلاقي معون يتلقى فيه الثقافه، يعني ثم وزير التعليم العالي يتلقى، لازم يكون عارف عدد الطلاب قد ايه، عشان ثم وزير التجاره والصناعه بيديله احتياجات السوق. يعني الحقيقه هي منظومه شبكه، لازم الكل يشتغل مع بعض. ويمكن دي لما الفطره كانت كل واحد بيغني عزف الفلت، المنتج ما كانش حقيقه عندك، لكن دلوقتي احنا الحقيقه بنشتغل مجموعه واحده وعشان من اجل ان احنا نصل الى منظومه في الاخر الانسان المصري.